كان متصل بالموضوع. الفكرة اللي أنا أفكر فيها إنه أنا آخذ الأغارس المفرسة بالحروف الهجائية اللي الأحاديث الموجودة في كتبكم والحديث كتب أخرى وأدخلها في بعض وأطبع فهرس عام لي يمكن يجتمع عني 50 إلى 100 ألف حديث. بدأت أنا بطريقة ما أدري إيش رأيكم فيها، إنه أنا زي الدرج الطويل ووضعت فيه بطاقات، كل بطاقة أكتب عليها حريف مرتب بالحروف الهجائية. وبدأت أول شيء وضعت صحيح مسلم المختصر صحيح مسلم، وبدأت آخر الحريف أكتب على بطاقة أشوف أين يقع بالحروف الهجائية وأدخله وأكتب مثلا إرواء الغليل رقم كذا صفحة كذا وهكذا. تعتقد أن هذا الأمر له فائدة؟ يعني إذا خرجنا بمجموعة الكتب الكبيرة، يعني إذا جمعت صحيح الجامع ومختصر مسلم والبخاري ومجموعة الكتب الأخرى، طبعا في فائدة، لكن هذا أمر لا يتناهى. الدرج الطويل وضعت فيه بطاقات، كل بطاقة أكتب عليها حديث مرتب بالحروف الهجائية. وبدأت أول شيء وضعت صحيح مسلم المختصر صحيح مسلم، وبدأت آخر الحديث أكتب على بطاقة أشوف أين يقع بالحروف الهجائية وأدخله وأكتب مثلا إرواء الغليل رقم كذا صفحة كذا وهكذا. تعتقد أن هذا الأمر له فائدة؟ يعني إذا خرجنا بمجموعة الكتب الكبيرة، يعني إذا جمعت صحيح الجامع ومختصر مسلم والبخاري ومجموعة الكتب الأخرى، طبعا في فائدة، لكن هذا أمر لا يتناهى. لا يتناهى، في كتب كثيرة موجودة. يعني تقصد من فهرسي إيه؟ مثلا الآن في فارس صدر حديثا لكتاب مجمع الزوائد منبع الفرائض، ما أظن رأيت هذا الفارس، هذا في مجلدين أو ثلاثة فقط لمجمع الزوائد. بعدين في فارس لأحاديث الميزان للذهبي وأحاديث التاريخ الكبير للإمام البخاري في فارس أيضا لهذا. وفي فارسين للضعفاء للعقيلي، والذي حققه دكتور من دكاترة آخر الزمان جعل الفارسين أحدهما للصحيحة والآخر للضعيفة من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الضعفاء للعقيلي، فخبط في هذين الفارسين خط عشواء في الليلة الظلماء كما يقال. ذكر في الفارس الصحيح أحاديث ضعيفة، وعلى العكس في الأحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فارس كثير الآن تصدر. بس أنا الحفظ الفكرة يعني أفكرت أن أنا أدخلهم في بعض بحيث أن يكون في موسوعة. نعم. الفكرة ما راح أكتب الحديث كله. بعدين بداية الحديث وذكر أن هذا الحديث مثلا إرواء الغليل رقم كذا. نعم. جامع رقم كذا، يعني على أساس أنه يرجع. بعدين في فارس إرواء الغليل شفته؟ والله أنا ما شفته. أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي انه انا فهرست ارواء الغليل وفهرست نيل الاوطار ادخلهم في بعض وكتاب ثالث سمعت. المهم مطبوع فهرس ارواء الغليل في الكويت، بعدين في بعض فهرس اخرى. فهرس مين اللي يعني اسمه كذا فهرس؟ والله اي نعم فهرس ارواء الغليل. وايش الفهارس الاخرى الموجوده؟ بس انا احاول يعني احصل عليها ان شاء الله.
اللي هذا تعطيل. في عندك فرش في الكتاب الحلية الأولياء وعندك فارس تاريخ بغداد. بغداد تاريخ بغداد الخطيب البغدادي أنا رحت اليوم أدور كتب تحت فندق مكة يعني أشياء ما أعرف تجاهك باب المروة اللي هو جنب باب الشباك يعني. ما الصفا والمروة ما تعرف إلا الصفا والمروة بس طيب. لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروة آخر شوط وين بيكون واقف؟ الصفا والمروة في المروة كويس. وأنت صاعد إلى المروة في باب المروة على يديك اليمنى في باب على يديك اليسرى إلى الحرم هذا اللي جنبه جسر وتحته هذا باب المروة يأخذك إلى الشارع. أنا وصلت هناك تجاهك على الواجهة الثانية في مكتبة أو أكثر من مكتبة. أنا وصلت هناك اليوم مشيت طول المسافة على الشريك مساوي كذا ومررت على المنطقة وصلت إلى هناك مقفلين. لعله اليوم الجمعة ما بيفتحوا. أكلت فينا مرة اليوم. صار على الشرق غلب في البوليس. الصباح أنا الصباح رحت بدري يعني أنا رحت بعد صلاح الفجر. لا إني ما بيفتحوا بدري. يمكن 8 ونص بدري ما بيفتحوا خاصة اليوم جمعة. في مكتب اسم معين يعني مكتبة الباب؟ مكتبة الباب؟ ما زي ما قلت عن هذا المكان اللي وصفه. إذا بخصوص فارس الوان غليل إذا تكتب لي عنوانك أرسل لك يوم إن شاء الله. اكتب عنوانك عندك وأرسل لك عندي صورة أستاذ عنهم بنسخ الصورة وإن شاء الله برسل لك يوم بالبريد. هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس؟ لا بس طرفه. ويقال أين يوجد يعني؟ ذكر الجزء والصفحة والرقم. حقيقة هذا معنى إنه يعني هذا الشيخ ما مدام مفهرز جائز. أنا الحقيقة من صحيح الجامع يعني شفت الأحاديث اللي أنا ضاعتها يعني الله لو الله كتب هذا ما هو مفهرز بالحروف الجامعية كان يعني الله أعلم أمضي سنوات يعني هنا أو بشهور. بعدين صدر فهرس تفسير ابن كثير محقق يعني مميز ضعيف لا بس فهرس كما انت تريد ان تجمع فهو فهرس احاديث تفسير ابن كثير. وهناك فهرس آخر لحديث الإحياء اللي خرجه الحافظ العراقي وهذا مهم يعني كمان هذا له فهرس يعني الآن في حركة فهرس لأنه هذا ما يحتاج إلى علم وسهل لكل الناس في بوتقة واحدة ويحفظ المتكرر منها الذي ورد بنفس الوقت تكون مفيدة يعني. لا إله إلا الله عرض في مجموعة الأحاديث هذه عرضت عليه في حوالي الصغير أو الكبير بيقول لك روى الإمام أحمد عن أبي هريرة
مسند أبي هريرة في كتاب أحمد نحو 300 صحيفة وأكثر، وأنا أعرف من نفسي أنني مرارا أقرأ 300 صحيفة مشان حصل الحديث الواحد. هذا مرارا وتكرارا، هناك أمثلة، مسند ابن عمر، مسند ابن عمرو وإلى آخره. هذا الفارس مفتاح كنوز السنة وضعه على الأبواب والمعاني الفقهية. مثلا التأميم في الصلاة، عنوان التأميم في الصلاة بيقول لك خي كاف كذا باب كذا ميم كاف كذا رقم كذا، هاي نسخته. وهكذا بيعدد الكتب كلها، منها أحمد جيم كذا صفحة كذا جيم كذا صفحة كذا. لو أنا بدي حصل هالخلاصة هاي بدي ساعات، إذا ما قلت أيام. فعلا بيوفر إيه جهود جبارة وأوقات كثيرة وكثيرة جدا. لما قرأت هذا الكتاب قلت يا ربي هذا المؤلف حتى اطلع واستطاع يضع الفارس، بلا شك درس الكتب لفارسها من أولها إلى آخرها، هو عرف الإسلام شو هو. يا ترى هذا الألماني هذا فينسك ما بده يكون أسلم؟ لابد يكون أسلم، لأنه تتجلى له معجزات حقائق. تمضي السنين، يوم من الأيام يقع تحت يدي عدد من مجلة الهلال، هذه كانت تصدر في القاهرة، واللي كانوا قائمين عليها نصارى، ورئيسه جورجي زيدان. مجلة علمية حقيقة، أنا كان في عندي أعداد كثيرة ولا تزال عندي موجودة، توسع أفق الإنسان يعني ومعلوماته بهذا الكون، في البحر في السماء في إلى آخره، في السياسة في الاقتصاد. وإذا بي يوم أجد مقالا لأحد الأدباء المصريين يرد على فنسك ما قاله في حق نبينا عليه السلام، وإذا به هذا القبيس يتهم الرسول بالدجل. هذه وضع الكتاب كله سهل مراجعة 14 كتاب من كتب السنة. إذا به القبيس يتهم الرسول عليه السلام بالتدجيل على الناس، وأنه لما ادعى النبوة كان كاذبا. فإذا هذول ما بيضعوا الكتب مشان يهتدوا، وإنما مشان حتى يعرفوا كما يقال كيف تؤكل الكتف، كيف يطعنون في الإسلام. لكن الحمد لله جت من صالح المسلمين الحمد لله، وفي ناس استفادوا طبعا، يعني في ناس فعلا اهتدوا. يعني هناك في أمريكا واحد من البريست المسيحي من اللي في الكنيسة يرسلوا الكنيسة هناك، يرسلوا بعثات يعني عشان يرغب الناس، فهذا المرسلين يحضر رسالة الدكتوراه، فرسالة الدكتوراه خلص مدة المواد وكذا، بقي الآن في باقي عنده اللي هي رسالة يسموها هناك الثيسس أو كذا. فكانت رسالته اختار إنه يبغى يناقش رسالته ويثبت إنه الإسلام دين خاطئ يعني، أو يعني يوز ذا فالسي زي ما يقول في الإسلام. فالأدفايزر حقه المرشد الأكاديمي حقه بيقول له شوف أنت المسلمين ما رح تقدر تدخلهم من القرآن، لأن القرآن يعني الحمد لله يعني ما في لا ضعيف ولا صحيح، فأنت تدخلهم من الحديث. فهو طبعا المرشد حقه يعني كان يتوقع أنه هو رح يروح يبحث عن الضعيف ويدور أشياء مغلوطة. الشخص ذا كان مخلص يعني،
يعني كان فعلا مقتنع انه هذا غلط. فاللي حصل المهم انه يتردد عليه يتردد عليه، وقعت في يد الكتب الصحيحة، فغاب عنه فترة طويلة، مدة طويلة جدا. فطلبوا بشكل اضطراري، قال له انا ما شفتك فترة طويلة، ايش عملت في الرسالة؟ قال له انا اسلمت. الان من دعاة للاسلام يعني، اسمه اعتقد اسمه هو كان ستيف جونسون، هو الله اعلم، هو الذي راسلني اكثر من مرة وكتب إلي باللغة الإنجليزية وترجم، هو ترجم عربية، واعتذر بأنه أنا لا أحسن عربية كما ينبغي فلا تؤاخذني بسوء الترجمة، وسألني أسئلة في علم مصطلح الحديث، وقال لي أنه أنا قرأت سلسلة ضعيفة والصحيحة وأنه أسلم. وهممت يومئذ والله، اتصلت مع بعض اخواننا ممن يحسنون الانجليزية وحاول ان يترجم لي العبارات تبعه ترجمة دقيقة، وفعل جزاه الله خيرا، لكن انا مع الاسف صرفت او كسلت وما بعثت له جواب. فبلا شك يعني هذه الفهارس أنا أعتبر أنها مثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بأقوام لا خلق لهم. يعني هن وضعوا الفهارس مشان الكيد بالإسلام، فرجع كيده إلى نحرهم. إن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل بأقوام لا خلق لهم، هذه رواية أخرى بالرجل الفاجر، هذه الرواية كلها صحيحة. هي نعم، هذه تحقق في كذلك دكتورة سمعتها في أمريكا كانت تحضر رسالة دكتوراه في الجلد. نعم، فأثناء طبعا تأليفها للرسالة وجود طالب من طلاب العرب هناك المسلمين ملتزمين، وبعد دراستي لهذه الرسالة وجدت أن الإنسان إذا ذهب من الجلد ما بيحس. طبعا وقف هذا الطالب قال هذا الشيء أنت بحثت فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام طبعا جاب الآية، لا أذكر الآية، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم، فلما أجب لها هذه الآية ما أعرف، توقفت على الرسالة بحث الله عن الأسلمة مباشرة، أنا خاضت في الرسالة. والحقيقة اللي بحث الموضوع على بتفصيله واحد فرنسي ما اللي سمعت عنه موريس بوكي، هذا أول شيء كان زعيم حزب الشيوعي، من زعماء حزب الشيوعي، درس علم العربية ودرس قرأ القرآن بالعربية، فمسك القرآن والإنجيل وحللهم تحليل آية بآية، قضى سنوات طويلة يعني في الموضوع هذا آية بآية، وشاف كيف الأمور هذه مع العلم الحديث استمر، أصدر كتاب حقيقة الكتاب يعني حاجة مو معقول يعني، في أشياء يعطيك الآية ويعطيك المفهوم العلمي الحديث ويعطيك شرحها، يقول لك يعني أنا كم أتحدى أي أحد الكلام هذا ما عرفناه قبل 20 سنة. واحد دكتور قال لي الكلام هذا بلسانه، قال لي العبارات في وصف القرآن اللي وصف في تطور الطفل الجنين هذه أكثر كفاءة من الوصف اللي موجود عندنا في الكتب يعني اللي هي في تطور جيد كتب الطبية يعني. نعم، يقول هذه ما أكثر كفاءة. يقول أنا واحد اسمه مترجم بالعربية هذا؟ موريس بوكيه. نعم مترجم، بس أنا ما حصلت على اللي عندي النسخة الإنجليزية،
اسمه لي بايبل، يعني بالفرنسي هو اصله فرنسي، كتاب ترجم الى حوالي 10 طباع، لي بايبل للقران اند ساينس، او ذا بايبل للقران اند ساينس. يعني مو مشكله الكتاب، هذا اللي انا بغيت كنت هلا الانجيل والقران والعلم الحديث، بس الكتاب له مشكله ضخمه جدا، انا ما اكتشفتها الا بعد للاسف، بعد ما يعني عرضت الناس كثير، يعني كاتب في الجزء الاخير انه لكني مررت على السنه، هذا القران لكني مررت على السنه وجدت فيها تناقض، معنى الكلام يعني بشكل عام تناقض كبير بينها وبين العلم الحديث. تمام، ما بعرف ايش بين الصين والموضوع الضارب. انا فكرت وبعدين هو قال انه ما يحتج بها وشيء بالمعنى هذا، فانا كنت يعني الله اعلم دلوقتي هممت انه في كتاب من كتب الدار السلفيه لكم صغير عن منزله السنه. اي نعم، كان واحد من الاخوان اهداني اياه، فخيرت انه انا ابعث له او ابعث له صوره منه لعل الله يعني. اي نعم، انه يعني بس هو شخص يعني اسلم طبعا مؤخر من فتره بسيطه، وكتب الكتاب من زمن طويل ومر في البحث مده طويله، بس كتابه يعني حجه يعني شيء يعني. ليش؟ لانه يعني هو ما قاعد يناقش باسلوب عاطفي علمي، علمي محض. نعم نعم، قال العباره هذه وانا اقدر اثبتها، بينما أتذكر العبارة هذه ترجمتها ترجمة أنا، بينما نجد عشرات الأخطاء في الإنجيل أنا حليت في القرآن ومررت عليه جملة جملة آية آية لم أجد ولا خطأ واحد. أشياء في الحقيقة تجد من يبين أن هذا حديث صحيح عند المسلمين وروي في البخاري في مسلم، ثم يناقش الحديث من الناحية العلمية الطبية فلا يجد أي شيء يناقض العلم الطبي اليوم، مع التنبيه أن العلم التجربي سواء كان علم فلك أو كان طب أو كان فيزياء أو كيمياء في منه أشياء لسه ما قطع بها، يعني آراء نظرية، هذه ينبغي أن لا نعتد بها ونقول هذا معارض للحديث النبوي، وفي أشياء طبعا مقطوع بها لكن لا يتعارض مع الحديث النبوي الصحيح. خذ الغرض من الترابي السوداني حسن الترابي عن كتاب فهيم يعني جديد حول الدين، وألقى محاضرة في مضمونه هذا الكتاب، بس يقول يا نحن مستعدون أن نقبل كلام يهودي في الطب ونرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا في الطب. كل هذا يبقى حي، وسمى هناك الناس حسن الدبابي بناء على لأن كلفت عن الدبابة وغيره وغيره، جرأة عجيبة جرأة عجيبة. وردوا عليه نفس جماعته الصادق عبد الماجد الثاني وأخذوه من الملة نفس الفتنة هذه. نفس الفتنة هذه في أمريكا، واحد أمريكي في واحد مصري محمد رشاد خليفة قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان، وإذا هو يغيب زوجته تصلي بالناس، يعني ما شاء الله هو ياخذ بال ياخذ بالكتب بالعمومات، ياخذ بالعمومات يا ام القوم اقراوا من كتاب الله مثلا، يعني الحديث على نفس الفتن نفس الموضوع، يعني انا ما ياخذ بالسنه اصلا. وطبعا هذا ذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه راح ياتي زمان انه جاء شبعان هل أريد ذلك فيه وخلق الزاتي بأجره هنا تكيه شبعان المشكلة، يعني
الوسائل الإعلام ما تساعد صراحة، يعني زاد الإعلام، وسائل الإعلام تعكس الموضوع، تعكس التضر ولا تنفع. نعم، تؤيد الباطل وتضيع وتنشر. في قلب جرائد منيعة بالسمو، كان عندك مثلا مجلة النهضة الكويتية هذه، يعني أنا كنت أقرأها وأقرأها، شيء يعني مو معقول، تحس أشياء بين السطور كذا، مكتوب وموضوع بين السطور، الجرائد بشكل عام حول الموضوع هذا، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط أيضا، الشرق الأوسط في كذا، يعني عندك دائما تلاقي اللي يقرأ شرق، إذا تغلق على واحد مرة تعطيله الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من أمريكا لا يخاف من أحد. هذا الذي نشر في المقال. إيه طعن خزري. أنا والله تجيني إجباري، أنا مجبر يعني إنه أنا أخذها، أنا أقول لهم ما أبغاها لا ترسلوا لي إياها، حاطط في السيارة زي الكرتون، كل ما تيجي في البريد هناك يعني ذكر أرميها، يعني حاطها في الكرتون على أساس طبعا يعني احترامها ليس للجريدة، للآيات اللي فيها باسم الله، فنحرقها كل فترة. أما هي في مجلة يصدروها نفس المؤسسة اسمها مجلة سيدة. إيش؟ مجلة سيدة. سيدة؟ سيدة سيدة. سيدة سيدة. نفس المؤسسة تصدرها. هذه أخبر. أخبر. أخبر وأشياء يعني الحقيقة أنا أعرف الموضوع هذا، أنا أعرف كنت أشتغل بالصحافة الزمانية. أنا كنت أشتغل جريدة جديدة. وتركت الصحافة بسبب الموضوع هذا، لأنه أنا يعني لما تركت قلت أنا قاعد أشارك في شيء ما يسمى بالفقر الإعلامي. أنا قاعد لأنه كل الصحف كل الجرائد تعطي الواحد كذا يعني مدلول، يعني مو كويس عن مفهوم الناس الإسلام وكذا. طيب أنا قائم في ذهني أنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمون، هي نفسها بس هي بتبيع هنا وبتبيع هنا سلعة وبتبيع هناك سلعة أخرى. الله أكبر. بتبيع هنا سلعة. الله أكبر. يعني أنا جمعت لهم تجارة يعني تجارة. مؤسسة يا شرفية. مش عناقيد يعني. وحين تخرج غير الإعلانات التجارة يعني في أنا جمعت لهم صور اسمها الصور كذا لطيفة من المجلات اللي بتجيني ويعني يوم ما ودي إنه أنا خالف أحد فيهم أعطيله إياه أقول له يعني هل تعتقد إنه أن الله يرضى ما يعني ما تفعل هذا؟ يعني صور يعني ما لها أي دلالة إلا أنك يعني تبغى تحرك شهوات الناس، يعني هي الدعاية للدعارة والفحش، يعني ما لها أصلا مالك، يعني في أحيان مثلا تقدر تقول مسوين مقابلة مع أحد ماخذين الصورة يمكن ما لهم عذر هم بس مين، لكن في هذه الحالات يعني ما لها أصلا عذر أبدا لا حول ولا قوة. شيخ في سؤال أخير أنا طولت عليك لكن إن شاء الله بس السؤال سريعا، هذه الحين